لإعلاناتكم على قناة وقائع يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي. في 20 سبتمبر من عام 2015 وفي ساعات الصباح الأولى ليوم أحد هادئ، وصل اتصال من شخص مذعور لقسم النجدة. كان المتصل يصرخ وينتحب باكيا لدرجة أن ضابطة الاتصال لم تتمكن من فهم كلمة واحدة مما كان يقوله الرجل. 'll ما استطاع ضابطة الاتصال فهمه من تلك المكالمة أن المتصل كان في ورطة حقيقية، حيث كان أحدهم يفقد حياته بجانبه. حاولت ضابطة الاتصال جاهدة أن تحصل على عنوان المتصل الذي استمر في الكلام بشكل غير مفهوم، ولكن مع المزيد من المجهود ومع مساعدة الأجهزة الإلكترونية الحديثة استطاع رجال الشرطة الوصول إلى مكان الحادث. وهناك رأوا مشهدا مروعا، حيث كان الشاب العشريني فيديل لوبيز، وهو المتصل الذي كان لا يدري ما يقول عبر الهاتف، ممسكا بجثة امرأة شابة عارية تماما وتغوص في بركة من الدماء. تسبب هذا المنظر المريع في ذعر وارتباك رجال الشرطة الذين صعب عليهم تفسير ما رأته أعينهم للتو، لكنهم احتجزوا الشاب وفرضوا طوقا أمنيا في المكان. كان الزجاج محطما، وكان الجدار مليئا بالفتحات العملاقة الناشئة عن شجار دامي دار في الشقة. بالإضافة إلى ذلك لم يكن الدم متجمعا حول الجثة فقط، بل كان متناثرا في أرجاء الشقة. لم يكن رجال الشرطة حتى ذلك الوقت يعلمون ما حدث بالضبط في تلك الشقة، وأودى في النهاية بحياة تلك الشابة. كان شخص واحد يعلم كل التفاصيل، الشخص الوحيد الذي قضى ليلته مع الضحية في تلك الشقة، فيديل لوبيز، وهو الشخص ذاته الذي اتصل بالنجدة وهو ينتحب ويكاد يفقد عقله من فرط قلقه على عشيقته التي كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة بين يديه. في هذه الحلقة من قناة وقائع سنتتبع بتفصيل عملية التحقيق المطولة التي أجراها المحققون مع فيديل بهدف الوصول إلى الحقيقة التي لم يكن يعلمها أحد سواه. وبدوره فقد أشار فيديل إلى أنه كان على استعداد للتعاون مع المحققين بشكل كامل، فهو أيضا كان يريد لعائلة عاشقته أن تعرف حقيقة ما جرى في تلك الليلة. لم تكن لغة فيديل الإنجليزية جيدة على الإطلاق، حيث أنه كان من أصل كوبي وقد انتقل للولايات المتحدة الأمريكية قبل عدة سنوات فقط، وكان ذلك سبب عدم مقدرته على التعبير عن الموقف الصعب الذي كان فيه عندما اتصل بخدمة النجدة. لذلك أيضا عندما أعطاه المحققون نسخة ورقية من حقوقه ليوقع عليها قبل أن يبدأ الاستجواب، لم يستطع فيديل أن يميز بشكل واضح النص المكتوب في الورقة، وقد طلب من المحققين أن يتلو عليه ما كتب في الورقة حتى يستوعبه. وعندما تلا عليه المحققون حقوقه لم يمانع فيديل في الاستمرار بالحديث مع المحققين دون وجود محام. فضل فيديل أن يعطي المحققين في البداية مقدمة سريعة يشرح فيها تاريخ معرفته بالضحية ماريا نيمتش وتفاصيل علاقتهما. التقى فيديل بماريا للمرة الأولى منذ ما يزيد عن عام في أحد النوادي الليلية. كانت ماريا تكبره بما يقارب 7 أعوام، حيث كان في 23 من عمره فيما كانت هي في 30 من عمرها. كانت ماريا تعمل مديرة لمجمع سكني مليء بالشقق الصغيرة، وقد كانت انفصلت للتو عن زوجها السابق التي أنجبت منه صبيا لا يزال في عمر صغير. أما فيديل فقد كانت حالته المادية أكثر تعثرا من ماريا، حيث كان يعمل ميكانيكي سيارات
وقد كان لا يزال يسكن مع والدته وشقيقيه الأصغر منه. أعجب الثنائي ببعضهما البعض بشدة، وقد كان فيدل يحب ماريا حبا جما، الأمر الذي دعاهما للاتفاق بعد فترة من المواعدة على الانتقال للعيش سويا في أحد الشقق. بحكم طبيعة عملهما استطاعت ماريا بكل سهولة توفير شقة صغيرة في المجمع السكني الذي كانت تديره، وانتقلت إليها مع عشيقها قبل الحادث ببضع أسابيع فقط. كان لا يزالان يؤسسان الشقة سويا، ولم ينسى فيديل أن يشير إلى أن تفاصيل تأسيس تلك كانت رومانسية وعاطفية للغاية. أوضح فيديل المحققين أيضا أنه وماريا كان يعشقان الاحتفال والسهر وتناول الكحول وممارسة الجنس بطرق غريبة ومختلفة. في الصباح الذي سبق الحادث كان يوما عاديا للغاية، حيث عرج فيديل وحبيبته على منزل والدته، حيث تناول طعام الغداء، وبعد ذلك عاد إلى شقتهما سويا قبل أن يخرج لشراء العديد من زجاجات الكحول بهدف قضاء سهرة الأحد سويا. في ذلك الوقت لم يكن فيديل يعلم أن المحققين كانوا قد أجروا أبحاثهم وتحرياتهم الخاصة عن تاريخ علاقته بماريا، وأنهم فوق كل شيء كانوا يعلمون التفاصيل التي تعمد فيديل إخفاءها في روايته. فعلى سبيل المثال لم يذكر فيديل أن علاقته بماريا كان يتخللها الكثير من المشاكل والشجارات المتتابعة، وذلك بسبب شخصية فيديل الغيورة جدا والميالة للعنف بسرعة شديدة. لم يتطرق فيديل أيضا إلى أمر الشجار الذي دار بينه وبين ماريا في ذلك الصباح، حيث ذكر العديد من شهود العيان ومن ضمنهم أفراد من عائلة فيديل نفسه أن فيديل وماريا خاضا جدلا حادا مع بعضهما البعض في ذلك اليوم، بسبب أن ماريا أخبرت فيديل أنها كانت تفكر جديا في العودة إلى زوجها السابق بهدف لم شمل أسرتها من جديد، ليس لشيء في نفسها بل من أجل ابنها الصغير الذي لم يكن له ذنب في الخلافات التي دأبت بين والدي. لم يوضح شهود العيان للمحققين إلى أي مدى وصل ذلك الشجار بين الزوجين، ولكنهم أكدوا أنه كان اختلافا عنيفا بينهما. بدأت شكوك المحققين تدور حول فيديل منذ تلك اللحظة، فإخفاؤه لبعض تفاصيل الرواية يجعل من المحققين أكثر حذرا وتركيزا أثناء جلسة التحقيق، الأمر الذي لم يكن في مصلحة فيديل على الإطلاق. بعد تلك المقدمة السريعة المقتطفة شرع فيديل في الحديث عن تفاصيل ما جرى في تلك الليلة، موضحا للمحققين أنه وماريا كان ينعمان بوقت سعيد للغاية، فقد بقوا مستيقظين حتى ساعة متأخرة من الليل، وكانوا ينهلون من زجاجات الخمر ويدخنون بعض الممنوعات، وسرعان ما فقد كل منهما وعيه وتركيزه وأصبحا ثملين للغاية. أخبر فيديل المحققين أن حبيبته عندما أصبحت في قمة نشوة العقلية بعد تناولها لمقدار مهول من الخمور طلبت منه أن يمارس معها الجنس بطريقة غير مسبوقة، حيث أنها أمسكت بإحدى زجاجات الخمر العملاقة وطلبت منه أن يضعها لها في مناطقها الحساسة. عندما رأى فيديل الذهول في أعين المحققين جراء ما تفوه به للتو استطرد قليلا ليبرر موقفه، مشيرا إلى أن ماريا كانت تحب السادية في الجنس، وكانت عادة ما تطلب منه أن يمارس الجنس معها بقوة وعنف، وكانت أيضا تطلب منه في بعض الأحيان بعض الطلبات الشاذة التي تزيد من سادية الموقف خصوصا عندما تكون ثملة. لم ينسى فيديل أن يوضح للمحققين أنه كان ينصاع لهذه الطلبات لأنه كان يرغب في إرضاء ماريا، ولم يكن يرغب في شيء آخر سوى أن يراها سعيدة، حيث كان يحبها بطريقة لا توصف وكان مستعدا لفعل أي شيء من أجلها، على الرغم من أنها كانت تصرخ عاليا من شدة الألم، وعلى الرغم أيضا من تحذيرات فيديل المتتالية من خطورة ما كان يجري. ادعى فيديل أن ماريا أصرت أن يستمر في فعل ما كان يفعله حتى أطفأت نار شهوتها بالكامل. في تلك اللحظة كانت ماريا تستلقي عارية بجانب فيديل قبل أن تخبره أنها تشعر بالغثيان وأنها تحتاج إلى الذهاب إلى الحمام كي تفرغ ما في بطنها. لم يستغرب فيديل من ذلك، حيث كان يعلم جيدا أن ماريا قد تجرعت مقدارا هائلا من الكحول، لذلك
فقد قادها إلى الحمام قبل أن يخرج كي يدخن سيجارة في الخارج. في الوقت الذي خرج فيه فيدل للتدخين كان الليل يكاد أن ينجلي، وبدأت نسمات الصباح العليلة في التسلل بين الظلام. أنهى فيدل سيجارته وعاد مجددا للشقة حيث وجد ماريا لا تزال في الحمام. أوضح فيدل المحققين أنه رأى ماريا ملقاة على وجهها في الحمام بين المقعد وحوض الاستحمام. في البداية شك أنها فقدت وعيها بينما كانت تتقيأ، لكنه عندما اقترب منها وجدها لا تزال تنزف بغزارة وكانت تعاني كي تتنفس. هنا فقط أدرك فيدل أن ماريا كانت تحتضر وأن عليه أن يوفر لها المساعدة الطبية في أقرب وقت ممكن، وإلا فلن يراها مجددا. كان ذلك الوقت الذي اتصل فيه فيدل بالنجدة وحاول بإنجليزيته الضعيفة شرح الأمر لهم، لكن ونظرا لتوتره الشديد لم يستطع أن يشرح الوضع بشكل جيد، ولم تصل النجدة في الوقت المناسب لإنقاذ حياة ماريا. بدا على فيدل التأثر الشديد وهو يقول كلماته الأخيرة تلك، إلى أن هذا التأثر لم يخدع المحققين الذين رأوا أن رواية فيدل يتخللها العديد من الشوائب والنواقص. فعلى سبيل المثال كان مسرح الجريمة مليئا بأثار شجار عنيف مثل الزجاج النافذة المهشم أو الجدار الذي تناثرت عليه الدماء وحطمت أجزاء منه. لا يمكن أن يكون الجنس السادي العنيف هو السبب وراء كل ذلك الخراب الذي لاحق بالشقة. لذلك طلب المحققون من فيدل أن يعيد روايته أكثر من مرة، وفي كل مرة كانوا يزيدون من ضغط استجوابهم عليه بمواجهته ببعض الأسئلة التي وقف فيدل حائرا أمامها. ففي بداية الأمر أخطر فيدل المحققين أنه كان ثملا جدا ليتذكر كيف كسر الزجاج أو الجدار. أما عندما سئل عن الشجار الذي دار بينه وبين ماريا فقد أخبرهم أن الأمر لم يتعدى النقاش الحاد، وأنه لم يمد يده باتجاه ماريا من قبل. عندما كشف المحققون إحدى أوراقهم موضحين له أن عددا من شهود العيان سمعوا ماريا وهي تصرخ من الآلام قبل ساعات فقط من اتصاله بالنجدة، وأن شهود العيان كانوا واضحين جدا في تعبيرهم أن المرأة كانت تصرخ من شدة الألم وليس من المتعة كما زعم فيدل. رد عليهم فيدل بكل بساطة أنه ما كان ليتوقف بينما كانت تطلب منه الاستمرار، سرعان ما غير فيدل أقواله، وذلك بعدما أخبره المحققون أنهم لا يصدقون أنه يتذكر تفاصيل ممارسة الجنس مع ماريا فيما لا يتذكر أي شيء يخص بقية الأضرار في الشقة. هذه المرة تحاجج فيدل بغضبه الشديد جراء النقاش الحاد الذي دار بينه وبين ماريا، والذي جعله يحطم في المنزل كالمجنون قبل أن يصطلح مع ماريا من جديد ويقضي تلك الليلة. لكن المحققين لم يقتنعوا بتلك الحجج أيضا، واستمروا في الضغط على فيدل حتى يخبرهم بالحقيقة الكاملة ولا شيء سوى الحقيقة. لاحظ المحققون أن فيدل حتى تلك اللحظة كان لا يزال يكن مشاعر الحب لماريا، وقد قرروا أن يستغلوا ذلك حيث أوضحوا له أن أقل شيء يمكنه أن يفعله لماريا بعد وفاتها بتلك الطريقة البشعة هو أن يخبرهم بالحقيقة. استطاع المحققون المخضرمون أن يؤثروا على الشاب الصغير بعد فترة طويلة من التحقيق، حيث انهار الشاب من البكاء وبدأ في الاعتراف الحقيقي الذي انتظره المحققون منذ بداية الجلسة. هذه المرة لم ينكر فيدل أن شجارا كبيرا نشأ بينه وبين ماريا في ذلك الصباح بسبب رغبتها في العودة إلى زوجها، إلى أن هذا الشجار انتهى واتفق الزوجان على التصالح، وقد كان ذلك سبب ذهابهما إلى متجر الكحوليات في الأساس حيث كان ينويان الاحتفال بتلك المناسبة. احتسى فيدل وماريا الكحول حتى أصبحا ثملين، وفجأة وجد فيدل نفسه في داخل خزانة الملابس يمارس الجنس مع ماريا. في خضم تلك العملية الحميمية نادته ماريا باسم رجل آخر، ولم يكن هذا الاسم سوى اسم زوجها الأسبق، الأمر الذي جعل فيدل يشعر بالغضب الشديد ويبدأ في معاملة الفتاة بعنف. لكن عندما كررت ماريا فعلتها دون أن تشعر فقد فيدل السيطرة على أعصابه وبدأ في الاعتداء على ماريا بعنف. كان فيدل يضرب ماريا ويصفعها في الجدران، وقد عكف على إدخال زجاجة الجعة العملاقة في جسدها بالفعل، لكن ذلك لم يكن بطلب منها كما ادعى في البداية، بل كان ذلك صنع يدي، حيث أنه كان يريد أن يؤذيها بأي شكل من الأشكال في تلك المرحلة. بعد أن عاد فيدل لوعيه اكتشف أن ماريا قد فارقت الحياة بالفعل،
لم يكن يقصد ذلك، لكن ذلك ما حدث. وجد فيدين نفسه مضطر للتعامل مع ذلك الموقف، ولذلك فقد غير ملابسه المالية بدماء ضحيته واغتسل جيدا قبل أن يتصل بالشرطة ليطلب النجدة. كان ذلك الاعتراف كافي لتحويل فيدين للمحكمة، حيث جدل فريق الدفاع الخاص به بأن اعترافه لا يمكن أن يعتد به في المحكمة، حيث لم يكن المتهم على علم جيد بحقوقه، وذلك نظرا لعدم إجادته للغة الإنجليزية بشكل كاف. لكن هذا الادعاء لم يصمد أمام المحكمة، وأصبح فيدل يواجه خطر الإعدام. تجنبا للإعدام وافق فيدل على الاعتراف بذنبه ويتلقى حكما بالسجن مدى الحياة. فما رأيك عزيزي المشاهد في طبيعة تلك العلاقة من الأساس؟ أخبرنا عن رأيك في التعليقات أدنى. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.